في التقرير الموالي إجراءات جديدة تفرض على المصنع أو على المصنع أو الحرفي في مجال الأحذية تطبيق المواصفات العالمية. انطلق العمل بها من خلال تفعيل قانون جديد ينظم قطاع الأحذية والجلود بهدف ضمان الجودة وسلامة المستهلك من جهة والحد من التجارة الموازية من جهة أخرى. التقرير لياسمين بن سعد وعادل بوستة. دخلت الإجراءات الجديدة المنظمة لقطاع الأحذية والمصنوعات المماثلة حيز التنفيذ منذ 21 من أوت الفارط. قانون يهدف إلى تنظيم القطاع والحد من التجارة الموازية بالإضافة لضمان سلامة وصحة المستهلك. وإحنا القانون هذا تجعل الساعة أول حاجة لتنظيم القطاع متاعنا، مش عطينا هوية للحذاء التونسي. احنا اليوم احنا الاشكالية الموجودة في تونس انه نسمعوا انه الحذاء التونسي مش باهي ومش باهي. قلنا احنا يا خدي هات نحطوا الحذاء التونسي نعطيه الهوية متاعه ونحطوا له الميدين. اهم حاجة انه الميدين تونيزيا لازم تتحط في الحذاء كما لازم تتحط في اي منتوج تونسي، ويلزم اي منتوج يدخل تونس فيه العلامة هذه. علاش؟ لانه وقتها المستهلك يشري الحذاء اللي يحب عليه هو ويعرف شو شراء وبعد يحكم باهي ولا مش باهي. الحذاء نتاعنا ما عندوش هويه، احنا عملنا له هويه، فرضنا الميدين. اليوم المستهلك التونسي كي يهبط سوق تونسيه يشري صبات ومن بعد يقول لك سلعه تونسيه ماهيش باهي، وقت اللي انت نقول لك شكون قال اللي هو تونسي؟ ما فماش الميدين. ناس تجي في السلعه وتعرفوا لي اكثر من 80% سلعه مهربه ويحطوا عليها على اساس تونسيه ويبيعوا، لدرجه وانه الحرفي والصناعي ماش لاقي سوق وين باش يبيع سلعته هو. اليوم كي نشوفوا احنا السوق نتاعنا التهريب اغزاء اكثر من 50%، القانون هذا يمشي يحاول يحمي المنتوج التونسي ويحمي المصنع. غياب ضمان لآليات تفعيل القانون بالإضافة إلى شح بعض المواد الأساسية المطابقة للمواصفة العالمية جعلت بعض الحرفيين يطالبون بتأجيل العمل بالأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020. والله الحرفيين حكيت معهم كلهم مش فاهمين ورافضين بيان سور، مش مبسط القانون. عندنا مشكلتين، المشكله الاولى السلعه اللي فيها لي نورم هي اللي مش موجوده في السوق، انه هذا يطلب فيه سلعه جلد فيه مواصفات معينه، السكاي فيه مواصفات معينه، معناها هذوما الكل مش موجودين. فهمت؟ دونك يحاولوا يعطيونا شويه وقت باش الناس تتبع في القانون بشويه وينجموا يقدموا مخير، ومع تنجم تولي تجي السلعه هذه في لي نورم تولي تعطي منتوج ما احسن. هذا الشرط مشروطي أمانة. احنا كغرفة وطنية لحرف الأحذية هو اليوم يلزم الدولة تضمن آلية التفعيل للأحذية. شوف اليوم احنا القطاع متاعنا فيه إشكال، إذا كان ما نبداش ننظموه القطاع هذا باش نحلوا الإشكالات الكل راه ما نجموش ننظموا. صحيح أنه فما إشكاليات وفما مشاكل وكل إنسان عنده ظروف، ولكن احنا هذا القانون مجعول للناس العامه، معنا الناس الكلها، ونحاولوا احنا كجامعه ولا كقطاع نعاونوا كل انسان حاجته معناها عنده اشكاليه نعاونوه بطريقه اخرى. اليوم اذا كان ما نبداوش في تنظيم القطاع نتاعنا وتعطيو هويه للقطاع نتاعنا ماش نلقاو حل اليوم لا غد. يشار الى ان قطاع الجلود والاحذيه يمثل 4% من انتاج الصناعات المعمليه بحوالي 2000 مليون دينار، وتفيد معطيات وارده عن وزاره الصناعه ان عدد المؤسسات الناشطه في القطاع يصل الى قرابه 224 مؤسسة توفر حوالي 26 ألف موطن شغل، كما قدرت صادرات القطاع بحوالي 1200 مليون دينار.